في مسألة العقيدة إخواني، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وبعث للإنسان الأنبياء وأنزل على الإنسان هذا الكتاب على طريق الأنبياء، يقول في كتابه الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا المعيار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شلون رسول الله كان يتعامل مع الآخرين في حياته بمقدار اللي واصل بإيدنا بالتاريخ؟ هذا هو المعيار. إذن أخذوا العقيدة، أخذوا علم التوحيد عن رسول الله وعن من نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماما على الناس من بعده، الأئمة الطاهرون عليهم السلام، هم الذين يعلموننا التوحيد وهو أهم أصل في الإسلام. أذكر إخواني الشباب وأخواتي المؤمنات المثقفات، أكو كتاب الإمام الصادق عليه السلام يمليه على المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق، اسمه توحيد المفضل. هذا الكتاب يقرأه حقيقة الإنسان لمن يقرأ يتقرب إلى الله أكثر، يتقرب إلى الله وإلى مسألة التوحيد، يتعلم أكثر على طريقة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه.